أشبحة قرية تابعة لمحافظة أملج، وهي قرية جبلية تقع غرب المملكة على ارتفاع ما بين 1000 متر و 1500 متر عن سطح البحر. ويمتاز مناخ أشبحة بالثبات طول الموسم، حيث يكون شديد البرودة في فصلي الشتاء والربيع ومعتدلا إلى بارد خلال فصلي الصيف والخريف. للحديث أكثر معنا مراسلنا محمد الرحيل. محمد، أهلا بك معنا، عرفنا على هذه القرية الجبلية. أهلا حسن بك وبالسادة المتابعين. كما ذكرت بالتحديد، نحن الآن في مركز أشبحة التابع لمحافظة أملج، والذي يبعد عنها تقريبا 90 كيلومتر باتجاه الشرق. وكما تشاهد خلفي، هذه التضاريس الجميلة التي يحظى بها مركز أشبحة، وأيضا هناك المحاصيل الزراعية وهو مزارع القمح التي هي أحد الركائز التي يعتمد عليها أهالي المركز، بالإضافة إلى استفادتهم من هذه الجبال كما تشاهدون من خلال إنتاج العسل الأصلي، وأيضا يستفيدون من هذه المراعي الكبيرة في إنتاج السمن. نتحدث أكثر عن هذه المدينة وهذا المركز مع رئيس المركز الأستاذ محمد بن سميط الرفاعي، رئيس مركز أشبحة ورئيس لجنة التنمية السياحية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخوي محمد، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. أستاذ محمد، لو تحدثنا أكثر عن مركز أشبحة وهذه المنطقة وأيضا القرى التابعة له. الله يحييك. مركز أشبحة يتبع إداريا لمحافظة أملج، في طبعا يتميز مركز أشبحة أو يرتكز على ركيزة رئيسية اللي هي ركيزة زراعة القمح. المركز تتكاثر فيه مزارع القمح بشكل يعني يعتمد عليه الأهالي منذ القدم. أيضا فيه تنوع آخر اللي هو تنوع الجبال الشاهقة اللي نشاهدها في الخلف. الجبال هذه توجد فيها خلايا النحل، ويستفيد الأهالي من جلب العسل من خلايا النحل على قمم الجبال، ويكون مصدر رئيسي للأهالي في مركز أشبحة. ماذا عن الركائز الأخرى التي تعتمد عليها هذه المدينة؟ أشبحة طبعا تتميز عن باقي المراكز، أو يتميز مركز أشبحة عن باقي المراكز التابعة لمحافظة أملج بارتفاع عن مستوى سطح البحر ما يقارب 1500 متر. الارتفاع هذا مكنها أيضا وقوع المركز كسنتر بين ثلاث محافظات، شرق محافظة أملج وشمال محافظة ينبع وغرب محافظة العيس، وجوه المعتدل، الارتفاع عن سطح البحر، الجو المستعد، الجو اللي يكون لطيف أو معتدل صيفا ويكون بارد شتاء، جعلها تعتبر أشبحة مصيف للمحافظات الثلاثة المحيطة. أيضا تكون الأشبحة بكونها منطقة زراعية بالدرجة الأولى، أيضا فيها مميزات سياحية أخرى، منها المنطقة التاريخية اللي نشاهدها خلفنا في الجبل، ومنها المطلات الجبلية. نعم محمد. مرتفع ارتفاع كبير. ماذا عن الألوان الشعبية؟ الألوان الشعبية طبعا تميز بعدة ألوان حقيقة الشعبية، مثلها مثل غيرها من المراكز، منها لون الموروث الشعبي للمزهوم، وهو يميز أهالي المركز. شكرا لك. نعم، عند الذكرى للفن المزهوم، نعم، ننتقل وإياك حسن إلى المزهوم في الجهة المقابلة لنختم فقرتنا مع الأخوان في فن المزهوم.